بارك الله فيكم. رجل لبس خفا في رجله اليمنى وعليه جبيرة في رجله اليسرى، فكيف يكون المسح على الجميع؟ نعم، يمسح على الخف ويمسح على الجبيرة برجله اليسرى، يعني الجبيرة على القدم ولا في الساق؟ إذا كانت الجبيرة في رجله اليسرى لا تغطي كل القدم، يقول لا تغطي القدم كاملة، لا تغطيه كامل، يغسل الظهر ويمسح على ما سترته الجبيرة.